سحب من الدخان الأسود تلاقي روائح البارود التي لا تغادر سماء ليبيا أو يراد لها أن لا تفعل. صاروخ يصيب صهرج نفط في ميناء السدرة أكبر موانئ ليبيا النفطية في غمرة المعارك المندلعة عندما يعرف بالمثلث النفطي في الشرق. إنها المناطق نفسها التي دفع الثوار أثمانا باهظة للسيطرة عليها من كتائب القذافي قبل 3 سنوات. الحكومة المنبثقة عن البرلمان المنحل في طبرق تسيطر على مساحات قليلة من الأرض، لكن بين يديها مواقع حيوية جدا مثل بعض موانئ النفط، ويقع كثير من الحقول النفطية في الجنوب تحت سيطرة مقاتلي الزنتان الموالين للواء المتقاعد خليفة حفتر. وتشن قوات فجر ليبيا التابعة للمؤتمر الوطني العام عملية عسكرية للسيطرة على هذه الموانئ، وأدى القتال إلى انخفاض إنتاج ليبيا من النفط الخام إلى النصف تقريبا بعد إغلاق مرفأي السدرة وراس لانوف. الخسائر الاقتصادية وجه من وجوه النزيف الليبي، فقد سقط قتلى وجرحى في قتال مستمر في مناطق أخرى من بينها بنغازي، حيث تحاول قوات فجر ليبيا القضاء على آخر مواقع موالية لحفتر هناك. قبل أيام تحدثت الأمم المتحدة عن فظائع ترتكب في الصراع. مفيد في هذا السياق الاستماع لهذا الرجل ونيس بوخمادة قائد قوات الصاعقة الموالية لحفتر. ما زلنا في الانتقام وفي قطع الرؤوس، ما زلنا محترمين، واللي نقبض عليه راه نحطه في الحبس للتحضير. راهو ما زلنا ما بدينا في الكفر، ما زلنا ما بدينا في الصياعه، ما زلنا ما بدينا في نطلق على الشباب ونقول لهم انتقموا. في هذه الأجواء حديث مبهم عن الحوار الذي أرجئ إلى 5 من الشهر المقبل برعاية الأمم المتحدة، حيث يحاول المبعوث الدولي برناردينو ليون إنجاز اتفاق بأي ثمن ويحذر من الإخفاق. يؤكد المؤتمر الوطني العام أن الحوار يجب أن يكون تحت سقف ثورة 17 فبراير، بينما يتحدث الطرف الثاني عن صعوبة الحوار في ظل المعارك، ويقول نائب في البرلمان المنحل مثلاً إنه يرفض الحوار مع من تلطخت أيديهم بالدماء ويستخدمون السلاح لتحقيق أهداف سياسية. لا يعرف موقع القائد بوخمادة في هذا التصنيف. تحت سيطرة مقاتلي الزنتان الموالين للواء المتقاعد خليفة حفتر. وتشن قوات فجر ليبيا التابعة للمؤتمر الوطني العام عملية عسكرية للسيطرة على هذه الموانئ، وأدى القتال إلى انخفاض إنتاج ليبيا من النفط الخام إلى النصف تقريبا بعد إغلاق مرفأي السدرة وراس لانوف. الخسائر الاقتصادية وجه من وجوه النزيف الليبي، فقد سقط قتلى وجرحى في قتال مستمر في مناطق أخرى من بينها بنغازي، حيث تحاول قوات فجر ليبيا القضاء على آخر مواقع موالية لحفتر هناك. قبل أيام تحدثت الأمم المتحدة عن فظائع ترتكب في الصراع. مفيد في هذا السياق الاستماع لهذا الرجل ونيس بوخمادة قائد قوات الصاعقة الموالية لحفتر. ما زلنا في الانتقام وفي قطع الرؤوس، ما زلنا محترمين، واللي نقبض عليه راه نحطه في الحبس للتحضير. راهو ما زلنا ما بدينا في الكفر، ما زلنا ما بدينا في الصياعه، ما زلنا ما بدينا في نطلق على الشباب ونقول لهم انتقموا. في هذه الأجواء حديث مبهم عن الحوار الذي أرجئ إلى 5 من الشهر المقبل برعاية الأمم المتحدة، حيث يحاول المبعوث الدولي برناردينو ليون إنجاز اتفاق بأي ثمن ويحذر من الإخفاق. يؤكد المؤتمر الوطني في الجنوب تحت سيطرة مقاتلي الزنتان الموالين للواء المتقاعد خليفة حفتر. وتشن قوات فجر ليبيا التابعة للمؤتمر الوطني العام عملية عسكرية للسيطرة على هذه الموانئ، وأدى القتال إلى انخفاض إنتاج ليبيا من النفط الخام إلى النصف تقريبا بعد إغلاق مرفأي السدرة وراس لانوف.
الخسائر الاقتصادية وجه من وجوه النزيف الليبي، فقد سقط قتلى وجرحى في قتال مستمر في مناطق أخرى من بينها بنغازي، حيث تحاول قوات فجر ليبيا القضاء على آخر مواقع موالية لحفتر هناك. قبل أيام تحدثت الأمم المتحدة عن فظائع ترتكب في الصراع. مفيد في هذا السياق الاستماع لهذا الرجل ونيس بوخمادة قائد قوات الصاعقة الموالية لحفتر. ما زلنا ما بدينا في الانتقام وفي قطع الرؤوس، ما زلنا محترمين، واللي نقبضوا عليه راح يحطوا فيه بالحبس للتحقير. راهو ما زلنا ما بدينا في الكفر، ما زلنا ما بدينا في الصياعة، ما زلنا ما بدينا في نطلق العلن للشباب ونقول لهم انتقموا. في هذه الأجواء حديث مبهم عن الحوار الذي أرجئ إلى الخامس من الشهر المقبل برعاية الأمم المتحدة، حيث يحاول المبعوث الدولي برناردينو ليون إنجاز اتفاق بأي ثمن ويحذره من الإخفاق. يؤكد